حدى ما سمعتش قتح وهي بتغني لي في الطريق سوق على مالك سوق يا قتح بتغني؟ سمعي اسلوبك في الغناء قتح والنبي بس بقى يا شافع عشان خاطري سوق على مهلك سوق خلي الدنيا تروق سوق على مهلك بس اسوق ايه ونيل ايه؟ مين دول اللي قدامنا؟ لا اجري اوعى تقف اوعى تقف يا شافع ده شكلهم حراميه لا يعملوا فينا حاجه وفي العيال ما اقفش ازاي انت مش شايفاهم مسدين الطريق ازاي؟ انت هتقعدوا ترغوا اوعى تخش الناحيه التانيه لما نتقلب لا حظي استرها معانا يا رب غنيت يا قطع شايف على امه استر يا رب انزلوا قطعه وجبه انزلوا في ايه يا جدعان؟ ما صحش كده احنا معانا عيال بقول لكم ايه خدوا العربيه بس سيبوا لي مراتي وعيالي وياخدون انا يا رجاله معانا عيال ما صحش كده هم يعملوا فينا ايه يا شافع عارف يعملوا ايه يا شافع انا قطع الطريق ما تقول حاجه لاختك يا محمود لا ايه بس غنيت قطع ما تهدوا شويه عشان تعرفوا احنا عايزين ايه ولا الواحد فيكم يركب عربيته ويدهس خلق الله ولا يهمه انا دهست حد يا محمود ما اعرفش انا كنت يلا انت وهي على جوه يلا هدوم على البيت يلا تعالي 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 يا غاليه تعالي امشي ماشي اهو ماشيين امال هنعمل ايه يعني استر يا رب ما تخافوش يا اولاد ما تخافوش ابوكم معاكم امشي ماشيين اهو مين دول يا شافع هما يعملوا فينا ايه يا شافع طب موديلنا على فين يا شافع ما قطع شافع تشريفك بتقول حاجه لاختك اقول ايه شايفني كل يوم بتخطف يلا ماشيين اهو يا عم قول المدام تهدى وما تخافش محدش فينا هيلمس لكم شعره المهم ندخل البيت بالراحة من غير كتر كلام محدش هيلمس لك شعر أختي حركوا قلت إيه من غير كلام يلا حاضر أخويا حاضر قطعة وجبة يلا أخواني خفيش تحية جمالي أمال خشوا بسرعة حاضر يا عم حاضر براحة علينا معانا عيال يلا يعني إيه؟ احنا في غابه عشان يخطفونا وياخدونا رهائن ما تضايقش نفسك يا استاذ المساله سهله خالص وهتخلص بسرعه مجرد السيد المحافظ ما ياخد خبر باللي حصل تاني يوم على طول هينفذ لهم اللي هم عايزينه وهيمشيهم على طول يا سلام هو كل واحد الماء تتقطع عندي يومين يطلع يقطع الطريق وياخد الناس رهائن دي نبقى خربت لا انت ما تعرفش انها خربت يا شافع معلش الظهر الموقف جديد عليه شويه لا هو الموقف قديم بالنسبة لك؟ دي ثالث مرة لينا مش فاهم وجهة نظرك أصل أول مرة خطفونا خدونا يوم وليلة لحد ما استلموا القرار ببناء الكوبري العلوي المسألة كانت سهلة شويتين لكن تاني مرة بقى كانت طويلة حبتين كانت من سنة شوية يوميها الأهالي قطعوا الطريق علشان يدخلوا الكهرباء كنا حوالي 30 أسرة هم صحيح ضايقونا أول أسبوع لكن بعد كده شالونا فوق الارض شيل بس ما اعتقدش المره دي تطول اكتر من اسبوع الشبكه موجوده مفيش بس غير الميه هي المقطوعه انتوا ليه محسسيني ان انتوا بتمشوا على الطريق ده بالذات عشان تتخطفوا لا 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 المساله مساله صدفه اصل احنا لازم نعدي على الطريق ده مرتين في الاسبوع بما اننا مقيمين في دمياط وبنتي عايشه ومتجوزه في اسكندريه فلازم نروح خميس وجمعه من ازريطه ازريطه ايه ونيله ايه عيب كده يا شافع ما يصحش معلش هو اعصابه تعبانه شويه بس ان شاء الله المره اللي جايه هتبقى اعصابه اهدى هو الاستاذ ماله متضايق كده ليه قول له الحكايه بسيطه جدا ابسط مما تتخيل صدقني يا استاذ كلها كام ساعه والصبح يطلع هشوف اجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها وكمان عشان تعرف ان ربنا ما يعملش حاجه وحشه ابدا سكت الناس دي يا شافع عشان انا خلاص بجد بقى هتنقط معلش اختي اعصابها تعبانه شويه بس ان شاء الله الاهالي لما يجوا يركبوا الغاز المره اللي جايه اعصابها تبقى هديت انت بتهزر يا محمود ده بدل ما تخرج بره تخوفهم وتقول لهم ان انت لسه خارج من امن الدوله وفي ضباط بتدور عليك ده على اساس انها ميزه ايه يا جدع مش يمكن يخافوا يمشونا مهما كانوا في وقت يعملوا حساب لامن الدوله جوز اختي اهبل لكن ما قلتليش يا استاذ هم امن الدوله بيدوروا عليك ليه لا بسيطه اتهموني في قتل الرئيس صدقني خير ما عملت بس انا قبل ما اطلع من دمياط انا شايفه في النشره نصيبه بقى
محمود مش هيطلع علينا نهار الا واحنا مدبوحين. ما تخافوش يا اولاد، ابوكم معاكم. لا يا استاذ ما تخافش، الناس هنا ما بتاذيش حد، ما تعملش حاجه وحشه ابدا، كل هدفهم ان هم يعملوا معاكم الواجب. بص يا حاج المقدس سامي شفيق. بص يا مقدس، انا معجب قوي بنظرتك المتفائله دي للحياه. ميرسي ليك قوي يا حبيبي، بس المساله مساله خبره. الحياه دي مش عايزك تاخدها على صدرك، طريق الحياه لازم تمشيه، ما توقفش قصادها لاحسن تدوسك. عديها تعدي. الله، شايف الحكمه؟ سامعين الحكم؟ عديها هتعدي. مشكلتي بقى ان كنت طول عمري اقفلها واتصدر لها، تقوم اطماني غبي بقى. هي المدام ليه على طول مبتسمه كده؟ لا لا عيب خلقي، بس ابتسامتها جميله. هم اخروا الاكل المره دي ليه؟ هو الاكل هنا كمان بمواعيد؟ دايما يجي فرنجي ساعه من بعد الاختطاف. مكانك يا باشمهندس. صباح الفل يا عم الحاج. ما تخافش، انا بس كنت هتمشى شويه في المكان، بعدين ههرب اروح فين يعني في الطل ده؟ معلش برضك ارجع مكانك يا باشمهندس. ماشي يا عم الحاج ماشي، بس نزل البتاع ده. بقول لك ايه، هو انتوا بلغتوا المحافظ ولا لسه؟ واقف عندك بترغي مع مين على الصبح يا جدع انت؟ يا حبيبي يا شافع، صباح الفل يا شفاعتي. شفت المنظر؟ منظر هيخطفك اكتر ما انت مخطوف. منظر ايه وهباب ايه؟ دي زريبه. تعال محمود. تعال محمود، ما نقول كده قطع وجبه. تعالى. ايه انت مش داري اللي حصل بسببك؟ بسبب انا؟ وانا مالي؟ يعني انت مالك؟ هو لما نزلت من بورسعيد كان عشان مين؟ ولما رجعت في نص الليالي برضه كان عشان مين؟ ده على اساس ان انت لو كنت سافرت بالنهار كنت عديت. انت مش شايف كم الملايات اللي جوه؟ وبعدين احنا فيها يا شافع، لو متضايق قوي ارجع تاني. ماشي. هو ايه اللي ماشي؟ ما تصطبح على الصبح يا شافع، وده وقت الكلام ده برضه؟ وبعدين محمود ذنبه ايه؟ وكان يعرف ان هيحصل لنا كده؟ صباح الخير يا قطع. بلا قطح بلا نيله، انت في ايه ولا في ايه؟ ما تشوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. انت واقف ترغي معانا يا شافع؟ فعلا روح شوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. ماشي، يعني اعمل ايه يا تحيه؟ هو ايه اللي تعمل ايه؟ روح اتكلم معاهم. هو انت مش ابن سوق؟ لا انا مش ابن سوق، انا هنا ابن فرخه. بلا نيله، طب روح حتى اديهم اي حاجه يمكن يسيبونا نغور من هنا. يعني ايه؟ يعني اروح ابني لهم محطه ميه عشان يسيبونا يا جدعان؟ لا ما تبني لهم يا شافع، انت مش بتقول انك في بورسعيد حاجه كبيره قوي، ايه يعني لما تبني لهم محطه ميه؟ ماشي. تاني ماشي. اقول لك حاجه، سيبك من كلام محمود يا راجل، ادينا قاعدين اهو بنغير جو. تروح ليه ولا تيجي ليه؟ خليه كده لما عيالك يموتوا في ايدك يطنقطوا من اللي انت بتعمله والبرود اللي انت فيه. العيال من امبارح يا حبه عيني بيعيطوا. على فكره بقى تحيه بتتكلم صح، امبارح وانتوا نايمين انا صحيت بالليل كانت الاضاءه ضعيفه شويه، شفت عيالك ودمعتهم على خدهم. ماشي. شفت؟ شفت اخويا بيقول ايه؟ حرام عليك بقى اتصرف. وبعدين هقول لك حاجه، انا الناس اللي جوه دي لو صحيوا دلوقتي وطلبوا فطار انا هتشل. على فكره يا جماعه هنا بيعملوا فطير مشلتت وعسل وجبنه قديمه تاكلوا صوابعكم وراها. الله يخليك، ما لاقيش حته مشه قديمه. الحمد لله على السلامه غاليين، اتفضلوا يا حبايبي. تعالى يا محمود ادخل. نورت بورسعيد يا حوده يا حبيب اختك. منوره بيك يا توح. الحمد لله على السلامه يا اولاد. الحمد لله على السلامه يا شافعي. الحمد لله على السلامه ابو ناسب. تعالى بقى معايا هفرجك يا حوده على احلى فيوم ممكن تشوفه في حياتك. ايه ابو نسب ذمتك؟ مش دي شقه تليق بنائب رئيس مجلس اداره؟ كتر خيرك يا شافع، مش عارف اقول لك ايه، بس انا مش محتاج كل ده، انا كل اللي محتاجه اوضه. اوضه؟ ايه اوضه دي؟ لا يا اخويا، ده انت محمود عبد الناصر الاول على كليه الهندسه جامعه القاهره، يبقى اقل من قصر ما نقبلوش. يا حبيبتي يا توحة. ربنا يكبر بخاطرك. ويكبر بخاطرك اخويا، مفيش دعوه بقى للراجل اللي فرش الشقه،
يا راجل ده انا فارشها لك من شغل التصدير بتاع دمياط وغلاوتك. هو احنا مش قاعدين في الشقه دي ليه يا بابا؟ بس يا ولد بتقرصيني ليه وانت ما وراكوش غيري؟ الله، ما انا كنت بقول لك تعالى خد دروس هنا تقول لي لا بخاف دي فيها عفاريت. فيها عفاريت؟ ايه يا توح؟ هو انا جاي اتلبس هنا ولا ايه؟ بابا هو اللي قال كده. حبيبتي ما عفريت الا بني ادم، اصل انا كنت بقول لهم كده عشان ما احرجش امهم. أتاح ما بتعرفش تنام على صوت المراكب. بس انت بقى يا حوده مش هيفرق معاك صوت المراكب ولا ايه؟ ولا يفرق معايا صوت اي حاجه، بس لو العيال عجبهم الشقه يا شافع يعني انا ممكن اروح هناك وانت تيجي تقعد. عسل اخوك يا عسل. يلا يا أتاح بقى خد العيال واسبقونا هناك على البيت، وضب لنا غدوه حلوه لحد ما حضرها وحوده نتكلم في الشغل. أكلة سمك من اللي على مزاجك. يلا ماشي من عينيا. ما تتأخرش يا محمود. حاضرة يا توح، خلي بالك من العيال وما تجريش. ماشي يا اخويا، باي. اديني بقى دقيقة اخد دش وارجع لك. رايح فين؟ اخد دش وارجع لك. دش فين يا راجل؟ الدش في الشقة اللي فوق. الشقة اللي فوق؟ أنهي شقة؟ شقتك الجديدة. تعالى ورايا يا جدع. شقة إيه؟ فيو إيه؟ بحر إيه؟ تعالى يا راجل تعالى ورايا. برجلك اليمين ابو نسب. اتفضل يا غالي. ايه مالك تنح كده ليه؟ مش انت طلبتها بعضمة لسانك؟ قلت انا مش محتاج غير اوضه. اهي اوضه اهي. مبروك عليك يا وحش، شكلك مش مبسوط. بقول لك ايه شبا حنفي، انا لو كنت كسفت من اختك ما كنتش جبت منها عيال، من باب اولى. طالما ما بتكسفش من اختك مش هتكسف من اخوها. انا فعلا قلت لك ان انا مش محتاج اكتر من اوضه، بس دي عشه يا شافع. عشه؟ صدق وامن، انا من يوم ما جيت من بلدنا على البلد دي كنت بنام على التروتوار، وساعات ما كنتش بلاقي النومه. بعدها انا اخرتنا ايه غير متر في متر؟ وانت هنا اخد اكتر من اخرتك ولا ايه؟ شوف براح، تعالى تعم افرجك. هوا ايه؟ فيو ايه؟ بحر ايه؟ كنال ايه؟ عفشة مية ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ماشي يا شافع. عموما انا مش جاي بورسعيد عشان اقعد في شقة فخمة، انا جاي اشوف اكل عيش. انا بس اللي مضايقني اختي الغلبانة اللي كذبت عليها. يعني ما بتاكليش بربوني ليه يا حبيبتي؟ رانيا ما بتاكلش السمك، ما بتحبوش وبتقرف منه. مفيش حاجة اسمها تقرف وما تقرفش، اللي اتعمل تاكل منه. يا جماعة بس البنت جعانة حرام يعني. بقول لك يا محمود، سيبني ربي عالي بالطريقة اللي تريحني. ما قلتليش يا محمود، إيه؟ الشقة عجبتك؟ الشقة، وهي دي شقة تحية، ده قصر عظيمة. عمالة أتقلب من السرير ده للسرير ده ومن الأوضة دي للأوضة دي. مش عارف أعمل إيه. أنا بقول لك تعمل إيه؟ كل يوم باك في أوضة. حلوة أتح. على الأقل تعمل ونس في كل أوضة شوية. ما هي متونسة بأنسك يا أبو نسب. جميل جمال جوزك ده، تحية. ابن حلال مصفي. إيه؟ قلت إيه؟ في إيه؟ أنت قلت ابن حلال. ابن حلال، ابن حلال يا هاني، باباك ده راجل عظيم. أنت مش فاهمني، البربوني ده أصل فيه بطروخ، والبطروخ ده صديق الرجل الشرقي، يا عم اضرب بقى. ده تتقرف يقرفك، مش صابرة لما تروح الحمام. على فكرة يا جماعة مش عايزكم تقلقوا، دي مرحلة طبيعية خالص، بكرة هي اللي هتنضف لك السمك بنفسها. مش بكرة قوي يعني، احتمال الموضوع ياخد وقت. يا ابن المدهولة، الله يخرب بيت أمك كل اللي فقدت أملك يا ولا. الله يخرب بيت أهلك، مش عارف تشيل شوالي، في سجاير ومناديل كتخيبة، عامل لي راجل بروح أهلك. استنى عنك. ايه ده؟
شايل ازاي كل ده الواحد؟ اعوذ بالله. وانا جاي احسدك، ده انا جاي اساعدك. عملت اللي عليك وزياده، ما نعطلكش بقى. هنصرف البضاعة ازاي؟ داني لازم نسد تمنها على العيشة. لا يخرب بيت فقرك. هو الموتور فيه مشكلة ولا حاجة؟ ده ايه النصاحة دي؟ لا ما فيهوش مشكلة، احنا واقفين نتدلع على ام المركب. هتمسحي عرقك بقى وتهدي علينا شوية. وانت مالك ومال عرقي يابا؟ وانا كنت اشتكيت لك؟ بقولك ايه، لو عايزة تشغلي الموتور اهبط لنا كده شوية. معاكي شنطة عدة؟ يا عم الله يسهل لك، مش ناقصة فاتي وحياة ابوك. انا غلطان. استنى يا استاذ، بقولك ايه، متخليه يبص عليه يمكن يعرف يعمله. يعني يعمل له ايه؟ ده لابس لي قميص وبنطلون. ها يعمل له ايه؟ اهي سلبطه والسلام، افهم. على فكره انا سامعك من عندي. ها بقولنا بقى اهبطي بلسانك. بقولك ايه، اسمه ايه المخلوق ده اللي انت هريتي قفا امه من الصبح؟ محسوبك عليه. معاك شنطه عده علي؟ معايا يا باشا. فين المفتاح؟ متشكرين يا هندسة. بالسامع. متشكرين يا هندسة. سمعت خلاص من أول مرة، بتزعقي ليه؟ أنا لو قلتليش يا باشا اسمك إيه؟ اسم محمود. تسلم يا أبو حنفي. الله يخليك علي. على فكرة في عيل رمة كده جه من شوية نط في المركب، هو شكله اللي فكلك سلكتين الباور، وبعدين نط في مركب وطلعوا كده. الولد سويركي ابن الورمة. لا مؤاخذة. لا ولا مؤاخذة ليه، بس هو فعلا كان باين عليه ابن ورمة كده. طب انا هدعي له يعني ولا ايه؟ لا وحياة امه، نخلص النقلة دي ولينا كلام بعدين. هو مش هيرتاح الا لما نبيع له المركب بالموتور. انا لو منك ابيع، هو الخسران. هو ده موتور ده خرده. ما خلاص بقى يا سيدنا، متشكرين يعني؟ محدش طلب رايك في الحته دي. حقك عليا، انا غلطان. انت اصلك ما تعرفيش المواتير بتعمل ايه في الناس. والله انا ما اقصدكيش، ما تبصليش كده. انا افتكرت الموتور سايلنت كنت اعرفه. السلام عليكم. السلام عليكم. السكه طيب، عايزين نعدي. ما هي واسعه. ما انا عارف. شفت اهو، تقول لي فراخ بيضة؟ دي فراخ بلدي متربية على الغالي. اتكلم على ايه؟ بنت البنبوطية اللي قلت لك عليها، هي واقفة هناك. يا ولاد اللذينة، شفت الواد الوسخ ماسك عالي ازاي؟ استاذ كامل احنا واقف نتفرج. تعالى محمود. محمود علي. يعني ينفع كده يا جماعة؟ اتنين على واحدة. انت مالك ومال امك؟ خلي انت حالك. وانت مالك ومال يا جدع عايز ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ زي ما انت شايفه جت سليمه. الله، وليه شكلك مخنوق يعني ان انا بقيت كويس؟ مع اني حاسس ان مش مظبوط، حاسس ان المستشفى بتلف بيه، مش عارف. ده من اثر التسمم،
حقنة التيتانوس اللي انت خدتها هتطهر الجرح بالكامل. يا نهار اسود، هو ايه اللي كان مسمم بالظبط؟ الفول ولا البصل؟ فول ايه وبصل ايه يا ابني؟ المطوة يا حبيبي اللي انت اتضربت بيها في دراعك دي مطوة ملوثة، افهم بقى يا اخي. افهم ايه؟ هو في حد بيمشي بمطوة معقمة؟ لا ده انت ليك نفس تهزر بقى. حلوة حلوة. ده انتوا رايقين وجايين لي. انتوا مخطوبين؟ لا احنا مش مخطوبين. ما هو مش معقول تكونوا متجوزين، لان لو كنتوا متجوزين كانت هي اللي كانت هتبقى ضربك بالمطوه وجايبك لغايه هنا. اني بسال بس علشان خاطر المحضر، الاستاذ اللي جابك هنا راح يبلغ البوليس، بس ما اعرفش اتاخر ليه. محضر ايه بس يا دكتور؟ الموضوع مش مستاهل، دي جارتنا وكان في واحد ابن حرام بيعكسها في الشارع، واحد ما نعرفوش خالص، ما نعرفوش خالص. وعرفته بقى ازاي ان هو ابن حرام؟ شكينا فيه. في ايه يا دكتور؟ بقولك واحد بيعكس واحدة في الشارع هيبقى ابن حلال ازاي بس؟ ويمين الله بتحصل. اسألني انا بتجيلي الحالات دي كل يوم في المستشفى. وبعدين يا عم انا مالي، انا هعمل لك التقرير الطبي اللي هتبقى بالمحضر. محضر ايه؟ ما قالك ما نعرفوش. ما نعرفوش خالص. انا مش مستريح لكم بصراحة ولا احنا مرتاحين لك. بقول شوية كده يا اما، بقولك ايه، لو انت عايز تصهين عن حقك يعني خايف منها او خايف عليها قول لي. وخاف ليه بس؟ هي دي تخاف منها؟ يعني انا بسال بس، يعني اللي كان ضربك يكون اخوها، ابن عمها، حد من اراضيشها؟ بقول لك انا بتجيلي الحالات دي كتير كل يوم في المستشفى. انا ليه حاسس ان انا في محكمه الاسره مش في مستشفى؟ يا دكتور قلت لك اطمن خلاص. انت مش طمنتني على الجرح. عيب بقى كده تقول عليه جرح، ده مش جرح، ده خربوز صغير هتعالج منه. وبعدين انا لازم اعمل المحضر، فاهم؟ ويمين الله النهارده حظك بومب. قول لي ليه؟ ليه؟ لان النهارده لا فيه حوادث ولا اي خناقات والمستشفى فاضيه علي انا وانت يا حبيبي. صدق بالله ما كان حد عبرك اساسا. يلا يلا خدها واعتمد على الله وبقابلني، هتجيبك هنا كتير قوي. يا حرامي اوعي كده يا اما، يا ساتر يا رب، يا ده النصيبه. دي واحده شكلها قتلت جوزها وبتصوت عليه. على فكره الراجل ده شكله ما كانش بيكذب. سيبك منه، ده راجل معقد، شكل مراته بتناوله بالشبشب كل يوم. على رأيك. بقولك ايه، فين الواد اللي كنت مرمطاه من الصبح؟ علي ده جري الندل، تلاقيه مستخبي في بيتنا. مستخبي ليه؟ هو هربان من البوليس؟ انت بتقول فيها هربان من الأحداث. علي هربان من الأحداث ليه؟ أصل ولع في جوز أمه وهو نايم. لا إله إلا الله. ومات؟ أمه هي اللي اتحرقت فكرشته من البيت. علي حرق أمه؟ علي حرق أمه؟ يا ابن المحروقة. ألف ألف سلامة عليك يا غالي. أنا أول ما عرفت إنك طلعت من الإسبيتالية قلت أكيد محتاج غذاء. تجيب لك شوية فاكهة، موز، برتقان، الفاكهة برضو حلوة للبدن. خلاص يا شافع، ما حسسني إن أنت برعت لي بكليتك. عادي يعني، إحنا مش في الشغل. كويس إنك لسه فاكر الفرق. قول لي، هتنزل الشغل بكرة ولا هتريح؟ لا هنزل، عندي لفة في المنصورة، مش هرجع غير لما أخلص كل اللي في الجدول. خد برتقانة يا شاف. أصيل طول عمرك يا حودة، طول عمرك جدع. على فكرة أنا ما شغلتكش معي عشان أخو مراتي، لا مش أني ومش أسلوبي. ولو تفتكر أنا كلمتك قبل كده كتير، قلتلك تعال اشتغل معايا في التجارة. سيبك من الجامعة، الشغل الحقيقي في التجارة يا حودة. وعلى فكرة بقولك من قلبي في ساعة صفا. طبعا ساعة صفا، مش ضارب نص الفاكهة اللي جايبها لي. بالك يا حودة، أنت لو ركزت معايا في الشغل وفتحت مخك هيجي لك خير ما بعده خير. بقول لك ايه، مش لما ربنا يكرمك وتسد ديونك الاول. تصدق يا شافع، انت اول مره تصعب عليا النهارده. صعبش عليك غالي، زي ما قلت لك ركز انت معايا في الشغل واثبت لي جدعنتك وانا هدلعك الدلع كله. ده انت مني وعليا يا جدع. وانت عليا ومني يا شافع، حبيبي يا شافع والله. بقول لك ايه، هو ايه اللي في كيس الاسود ده؟ ايه؟ تصدق كنت هنسى، اصل انا عارفك بتموت في الكمبوت، قلت ما احرمكش. ده من ايام ما كنت بتتاجر في الكمبوت. مش عارف، هو تاريخ الصلحيه ممسوح كلها واحنا نعرف. حبيبي يا شافع، حبيبي والله يا شافع. طيب بما ان مفيش تاريخ صلاحيه ومفيش فتاحه، انا هعلقها في المكان وهتعمل ونس. اتكل انت على الله يا شافع، شكل الواحد مش هيعرف ينام من شيل جمالك النهارده. ايه احنا مش هنحبس بالشاي؟ هو لسه في شاي؟ Thank you.
عيشة؟ ايه اللي معادك كده؟ لا ابدا ما فيش، اصلا انا يعني كنت مستنياك. مستنياني؟ ليه؟ قصدي من امتى؟ ده انت شكلك نايم خالص. ما تشغلش بالك، اصلا انت قلت لي انك هتسافر الصبح، فقلت اكيد هتطلع من بدري، فقلت يعني اعمل حسابي واجي استناك قبل ميعاد اول قطر. يا نهار اسود، دي الساعة 7:30، شكلك قاعد كده بقالك ساعتين، طب ما كلمتنيش ليه يا عيشة؟ اصل حبيت اعملها لك مفاجأة، يعني بس شكل كده المفاجأة ما عجبتكش. بالعكس. اتفضل. يعني بس تلاقيهم دلوقتي بردوا شوية. ايه دول؟ دول شوية سندوتشات عملتهم لك بإيدي. وليه كلفت نفسك بس يا عيشة؟ سندوتشات إيدي بالظبط بس عشان أطمن معلش. كبدة بالهنا والشفا، قالتهم لك في ردة، وحطيت لك عليهم فلفل أخضر، وعصرت لك ليمونة على كل شقة. مش كتير يا عيشة، مش كتير. يا حبيبتي حطي الليمون بره وأنا أعصر براحتي. يقطعني. عندك حق. يا شيخ أنا بهزر. بس برضه عملت لك رغيف حلاوة بالقشطة. تسلم إيديكي. أنت كده القطر هيفوتك. يا رب. بتقول إيه؟ يا رب الحقه يعني. أصل أنا قلت يعني إنك محتاج غذاء من الجرح بتاع إمبارح. جرح هنقول. جرح. جرح. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام يا ستي، أنا مش قصدي أقفل الحوار. أنا بذكر ربنا بس. طب أنت كده القطر هيفوتك. هو ده القطر بتاعك؟ بقول لك إيه؟ لو وصلت بدري النهارده يعني ممكن اكلمك نتقابل؟ ممكن ازاي يعني؟ ده لو ما شفتكش النهارده ممكن نزعل قوي. اصل كنت عاوز اخد رايك يعني في سندوتشات الكبده. خد بالك من نفسك. وانت كمان. سلام. سلام عايش. اتفضلوا معانا. الله يكرمك، اصل الولاد ما كانوش بقالهم فتره وزالين انفاسي. كلوا يا ولاد واشكروا عمو. كلوا. بلاش بس الكيس ده عشان فيه حلاوه يعني مش حلوه في السن. لا الحلاوه دي هنسيبها للمدام. المدام حامل وعقبال اولادك كده، وانت عارف بقى الحلاوه دي مفيده جدا للبدن. طبعا. هلا والشيف، طمنوني بس، الكبده حلوه؟ الكبده حلوه وزيتها خفيف. زيتها خفيف الحمد. والفلفل؟ لا الفلفل ده زي ما يكون حد شايل بذر الحرائق اللي فيه. الحمد لله. ايه؟ ما بحبش العيش الفاضي. بحبش العيش الفاضي، عندك حق. لا انا شبعت الحمد لله. كل حاجة. سلام. صل الله يكسفكم. كده كده في وسط الادويه. طب استكن خلصنا يا باشمهندس وجه حقك. شفت الاستاذ محمود؟ ايوه انا الاستاذ محمود. وصلت معاك تمام. انا لما استاذ كامل قال لي حد جديد هيجي قلت هيضرب لخمه ويجي متاخر، بس برافو عليك. فين الحاجه يا باشمهندس؟ هي المدام عينه. واي عيا ربنا ما يوريك. ما يبانش عليها خالص. مصر هاي في المرحلة الأولى واحتمال نلحقه. لا هتلحقه إن شاء الله. فين الحاجة يا باشمهندس؟ تمام التمام. خد بقى مضيلي بالاستلام بسرعة. أنت تؤمر، تؤمر يا وش الخير. طب مش هتشيك على الحاجة اللي يكون المنبه اتكسر؟ ملوش لزوم يا باشمهندس. يا راجل دي الشنطة كانت هتتفرتك الصبح في قلب القطر اللي يكون المنبه اتكسر. يا سيدي وافرض يعني هنعمل له ايه؟ نصيبه كده. نصيبه كده. انا معطلكوا عن حاجة. انا حاسس ان انا معطلكوا عن حاجة، يعني جيت في وقت مش مناسب. انا ممكن استنى بره مع الحمار لحد ما المدام تخش في فترة النقاء. انت عرفت هي عندها ايه؟ لا تعدينا. لسه هنكشف عليها. طب وموطي صوتك ليه يا هندسة؟ ده بقول لك ايه يا باشمهندس؟ خد الظرف ده ودي له استاذ كامل وسلمنا عليه كتير. اسلم لك عليه كتير. طب بقول لك ايه؟ ما تعرفش النبي اروح البلد ازاي؟
مش بعيدة، التوك توك هيوصلك لغاية الموقف بتاعها. توك توك ربنا معاك. توك توك هيوصلك، الله يخليك. ألف سلامة، ألف سلامة عليكم انتوا الاثنين. بس أمانة عليك، لما تكشف وتعرف عندها إيه تبلغ الأستاذ كامل عشان يطمني. ها؟ سلام عليكم. ولا أكنك شفت حاجة خالص. النبى كابتن، ما تعرفش بيت عم رجب البنبوطي فين؟ ده موز ده؟ اه الله، هات الكيس. طب ما تاخد البرتقال، شكله لسه ما استواش. خلص. طب امسك يا عم، مش عايزين فاكهه خالص. ماشي. تعبيط يا تعبيط يا في في تعبيط يلا. خلاص يا عم، بتوع يا عم الدور الثاني. اطلع النادي بس كده على عم رجب، هشاور لك من فوق بالعكاز. طلع موز. اخلص، طلع موزة. قشرها قشرها. حط كل على بق واحد. اخلص ازاي؟ طيب كلها على بق واحد. اخلص، هات خد. افتح بقك ياض، افتح بقك. شايف القشرة دي؟ اشوفك بتشقلب عليها. تعملش كده تاني يلا. قول يا ابني، شكل الواد هينده لنا ناس ولا ايه؟ يا عم رجب، عم رجب. ما كانش له ناس بتتعب نفسك يا باشمهندس. ده انا انقذتهم باعجوبه. عندكم حته واد تحت ثبتني بمطوه. كنت ايه ده؟ هو مشهور قوي كده عندكم في المنطقه ولا ايه؟ ده بدر اخويا، دايما فضحنا. سميت على اسم بدر رجب، يمكن يطلع لعيب كره عدد ويفلح. طلع فرده جزمه قديمه. الحاج كان اكبر مشجع لنادي المريخ زمان. الله، ده كان فريق عظيم يا حاج. يلا هو راح مع اللي راحوا. طب حيث كده بقى يا حاج، دي مطوه بدر، خليها معاك. يا دي الفقر. فهمت ليه قلت لك بلاش تيجي؟ عشان ما تشوفش المناظر اللي شفتها. ليه يعني؟ ما احنا اولاد ناس غلابه برضو، ولا انت فاهمه ايه؟ عيني في عينك كده. انا موافق، بس بالنسبه للحاج. البوليس يا حاج، بالنسبه للبوليس مسك العيال ولا لسه؟ بوليس انتهى بقى يا ابني ولا ايه؟ هو البوليس فضلنا اصلا؟ لا مؤاخذه يا هندسه، الحاج من عشمه يعني. لا الحاج عنده حق، ده انا لسه شايف شويه عيال عندكم تحت كانوا هيشرعوا بعض ولا اكننا في الصومال. اللي زينا يا ابني يا ياخد حقه بدراعه يا فوض امره لله. ونعمه بالله يا حاج. ايوه بس العيال دي المفروض يبقى ليها كبير. نعمل قعدة عرب، العيال دي تتجاب وتتأدب عشان مدت ايديها على واحدة ست. عرب وكبير، الكلام ده كان زمان يا ابني، مش الأيام السودة دي عيال البرشام لحس مخيه، ما عادتش شايفة كبير من صغير. ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. أيوة حاج، لازم يبقى في حل. معقول هنسيب العيال دي كده؟ نعمل إيه؟ حظنا كده. الواد جوز بنت الكبيرة مدرس خلع، مش فاضي غير للدروس ولا سائل في امنا. وانا زي ما انت شايف حقي هجيبه بايدي، بس اقوم لهم ولاد الورمه. يعني ايه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. بقول لك ايه، انا بكره هاخدك وهنطلع على المستشفى، هنعمل تقرير، وبعد كده اخد الحاج نطلع نعمل بلاغ في القسم. انا جوز اختي ليه معارف كتير قوي هيخدمنا. حاج العيال دي لازم تتجاب وتتأدب. معلش بقى، سيب لنا الموضوع ده. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي صديق العائله ولا ايه؟ عيب كده يا حاج،
الراجل جاي يعمل الواجب، ما يصحش كده. واجبه فوق راسنا من فوق، بس انا نحب نفهم كويس اللي قدامي ميته ايه بالظبط. مش وقته الكلام ده، الله لا يسيئك. لا يا عيشة، الحاج عنده حق، انا ابن بلد وعارف اللي فيها. الف سلامة عليك يا عيشة، يبقى يطمنيني عليكي ولو رسالة على الموبايل. ها، ده طبعا بعد اذن الحاج. الراجل اتأخر ليه؟ انت مش قلت لي زمانه على وصول؟ وبعدين بقى يا ست، ان الله مع الصابرين. هو بمزاجي تلاقيه اتأخر في القطر. انا لسه مكلم الضيف بتاعه في بورسعيد، قال انه شيك عليه وقال انه خلاص داخل علينا. اهدي كده. ها؟ اهدي. اهدى ايه بس يا عم؟ انا مش قلت لك قبل كده تبقى تشيل حاجتي عشان اما اجي الاقيها على طول؟ ما انت ما دفعتيش عشان احجزها لك، اديتها لزبون تاني، يعني يرضيكي حالي يوقف. طب خلاص خلاص، يعني انت عايز تقنعني انك مش مدكن حاجه كده لدماغك في اي حته؟ اعوذ بالله، انا ماليش في البلاوي دي، ربنا يتوب عليكي منها. يا راجل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. مش حضرتك الاستاذ محمود برضو؟ ان شاء الله. جيت في وقتك، قبل ما بسلامتها تعمل لي فضيحة في الصيدلية. خلصني، بقول لك مش قادرة خلاص. حاضر حاضر، مش لما أقفل باب الصيدلية عشان أستلم الحاجة والراجل. خد حقك وخلصني، بقول لك خلاص مش قادرة، دماغك تتفتك. خلاص خلاص، اقفي عند الباب وربنا يستر. مش وقت الكلام ده، هاته أنا همساعد معرفتي. هتاخديه كله؟ هبخزره بمعرفتي عشان ما تزلش ليك. طيب طالما معاكي تمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده ساوي اكتر من تم الحبوب دي بكتير، خده ومش هتندم. ما فوق لك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو وما تخلينيش اعلي صوتي. قسما عظما لو طلع فالصو لكون فضحك فضيحة القطط يا بنت الكلب يا شمامة. شمامة ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديدة نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك تقول فياجرا ومش عارف، هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط. بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطة، استحملني شوية. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبة، ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. افتح يا شافع، افتح، انا عارف انك جوه. افتح لحسن، والله هعمل لك فضيحة عمرك ما شفتها. ايه افتح اللي جايبك الساعة دي؟ في ايه؟ الدخلة ده محمود، ما ده ده؟ مخدرات يا شافع؟ يا محمود بتخلينا بيع مخدرات؟ يا محمود بتأكل أختي من فلوس المخدرات؟ اهدى يا جدع. اه ها؟ اه عايز تضيعني؟ ها؟ عايز تضيعني يا ابو نسب؟ محمود محمود بتخلينا بيع مخدرات؟ ها؟ طولت ليه يا بيبي؟ ده انا بردت خالص. ايه ده؟ انت بتندرب؟ طب لما تخلص يبقى صحيني من النوم بقى.
طب استنضف يا معفن، هم دول اللي بتخون اختي عشانهم؟ ما تظلمنيش يا محمود، دي ظروف يا جدع. انا زي انضف كده بكتير، بس دي اللي لقيتها النهارده. بتشيل لي مخدرات يا شافع، بتخليني الف على الصيدلات مخدرات. ما تهدى بقى يا جدع، ما تهدى بقى واسمعني. في ايه داخل بسترك وطايح؟ ما تهمد، مش مخدرات يا اخي، مش مخدرات، ده حبوب مخدره مسكنه منشطه بتبسط العالم. انت بس اللي واخدها على صدرك، لا اعطيني فرصه صرحك ولا افهمك. في ايه مهلك؟ اهدى بقى محمود. هتسيب يا جدع واخويا اللي تطلبه دلوقتي وايمانات المسلمين، النسبه اللي انت عايزها واكتر منها، بس على شرط اللي انت شفته يفضل سر بيني وبينك يا ابو نسب. هو ايه اللي سر بيني وبينك؟ تضيعني. سر بيني وبينك؟ اهدى يا جدع، اهدى يا محمود. يا شافع مخدرات. ايه ده؟ في ايه؟ مالكم؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ التحيه، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جايبه سمك وقلت نتغدى مع بعض ونقعد شويه على السطوح. في ايه يا محمود؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فهمون. اصلني كنت بدرب محمود على المصارعه، انت عارفيني طبعا في المصارعه، بس ايه طلع في المصارعه عبد الكلب بجد يعني. ايه يا خالو، انت كنت بتضرب بابا ليه؟ لا يا حبيبتي، احنا كنا بنهزر. بتهزروا بجد يا محمود ولا في ايه بالظبط؟ تحيه، سوء تفاهم وراح لحاله خلاص. بص بقى، ما دام انضربت مش هينفع نكمل. ايه ده؟ مين دول؟ ايه دي؟ مين دي؟ هو ايه اصله ده؟ انت بتسخطي ليه؟ تسخط ليه يا زباله يا واطيه؟ اطلعي بره، اطلعي بره يا رزده، انا اجيب لك بوليس الاداب، لوثت بيتي وشرفي. اطلعي بره، بره غرف داهيه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حد فيكم رد عليا؟ مين دي وبتعمل ايه هنا؟ ايه يا ماما الحكايه باينه؟ دي فاتت ليه؟ ليه ازاي؟ ده احنا في عز النهار. لما تكبر هفهمك. بس يا بنت انتي، واو، يلا خد اخوك وطلعوا على فوق، اطلعوا على السطوح، انا جاي وراكوا. يلا يلا حبيبي، نسمع كلام ماما، نسمع كلام ماما حبيبي. انتوا الاثنين دلوقتي تفهموني ايه اللي بيحصل هنا، والا والله هتلاقوني وقعت من طولي قدامكم دلوقتي. في ايه؟ الف سلام عليك يا شيخه. الله حليم ستار، انا هقول لك كل حاجه اختي وريح قلبك. استغفر الله العظيم، كنت قاعد تعبان في الشغل وحبيت اريح شويه، ما رضيتش اروح البيت، قلت مش هرتاح من دوشه العيال. جيت هنا ولسه بغير هدومي وهنام، وسمعت استغفر الله العظيم ضحكه واطيه واطيه. خرجت لقيت الاستاذ جايب الزباله اللي انت شفتيها دي، جايبها في بيتنا، في بيتنا يا تحيه. الاستاذ اللي كان لازم يروح يستدل في الشغل لحد ما اروح له عشان اوزع عليه شغل بكره، لا، جاي البيت يرتاح. وطبعا عشان يرتاح ما يدخلش بايده فاضيه. عاتبته، قلت له عيب كده يا محمود، ما يصحش كده، وحصل اللي حصل. ده حصل يا محمود؟ رد عليا، انت عملت كده يا اخويا؟ رد عليا محمود، انت عملت كده؟ اللي حصل بقى تحية ساعة شيطان. ايوه هي ساعة الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ساعة شيطان وراحت لحالها اخويا، وعمرها ما هترجع تاني. اسكت انت يا شافع، بكلم اخويا. ما انا هقول لك بس. اسكت انت يا محمود، يطلع منك كل ده؟ انت يا اخويا، ده انت متربي تعمل كده في بيت اختك، وتعمل كده في جوز اختك اللي فتح لك بيته وشغلك معاه؟ خد بالك من نفسك، واول ما تمسك الشغل اطمني. لو لقيته مش قد كده اصبر لحد ربنا ما يفركها. عندي امل الظروف تتغير في المصنع واشوف لك شغل معانا هناك. يا بدعي بس المصنع عندك انت ما يتقفلش، وانا في الاخر ادور لك على شغل. يا ساتر على لسانك يا اخي، طالع لابوك صحيح. بقول لك يا حاج، بلاش تحبكها زياده عن اللزوم في موضوع شافع، بنتك عندها عيال وشافع ده راجل حويط،
واوعى تفتكر انه ما رماش الحاجه لحد ما يطمن ان انا ما افتحش بقي خالص. اطمن، اول ما تخلص قعدتي معاه هكلمك. انتوا ايه حكايتكم؟ ما زهقتوش من الودوده؟ في ايه المره دي؟ مفيش ياما، كان بيقرا لي ايه الكرسي في وداني. يا سلام، وهي سر يعني ما يعلي صوته وهو بيقراها؟ ما انا مش عاوزك تعرفي انه نازل، انت ما بتحبيش لحظات الوداع. لا المره دي هودع، اصل انا بصراحه مش قادره اسامح نفسي اني بهدلتك قوي. ودي كانت بهدله بس ياما، ده انا اتمرمطت في الاوضه جوه كده اهو. طيب يا ابن الكأ ابن كامل الاوصاف. ايوه كده، اعدلي نفسك. بقول لك ايه يا حبيبي، خلي بالك من نفسك وابقى تدفى كويس بالليل. حاضر. ها احسن من البحر غدار وقرصته ساقعه قوي. وخلي بالك من احمد اخوك، حطه جوه نني عينك من جوه. قولي لاحمد هو اللي ياخد باله مني، اسكندريه دي ملعبه يابا. طيب وابقى اقسم بقى معاه الكحك والليمون المعصفر، ما تسمسرش، اقسم بذمه وضمير حكم انا عارفاه. ما خلاص ياما بقى، انت مخلفه هجام عشان تحرم تسيب امك تاني ان شاء الله حتى في الابلكاشات. مع السلامه، خلي بالك من نفسك. حاضر ياما. عين الله ترعاك يا ولدي. لا اله الا الله، محمد رسول الله ياما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا رب يحميكوا يا ولدي ويخليكوا ليا وما يدرونيش فيكوا ابدا يا رب. واحد الا ايه يا محمود؟ ايه يا محمود؟ في هو انت حد مسلطك عليا عشان تقطع عيشي؟ الاول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السناره؟ في ايه يا محمود؟ انت عايز مني ايه؟ تقولش السناره شقطت لك نص السمك اللي في البحر ده، انت تلاقيك ما طلعتش بشريه يا حتى، مع ان امك قايله لي انك طالع من الفجر. امي؟ تلوى ده عند امي؟ انا اللي غلطان، انا كان لازم اقول لها ان انت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. اصيل يا سالم اصيل. اتاري الست اول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سالتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها محمود هتجيب بيهم ترامادول. عيب، وانا هطوح عن امك، انا نفحتها من ياها حته واحده، مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم بس انت جاي عايز طولك وجاي تعايرنا، مياه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم، وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم، اظن كده نبقى خالصين. خالصين ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول، انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان، ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي، ده انت حمدلي قوي. ايوه كده، تصدق كنت هزعل جدا لما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه يا ابني؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تلعب بورسعيد تاني؟ لا خلاص مفيش بورسعيد تاني، لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟ تعيين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط؟ ولا ما بس يا اخي، ما انت عارف البوق اهبل. قول لي بس وحياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مؤشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها؟ تؤمرني بس، انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومانع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا، وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد، حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 لا، ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدي لي 300 جنيه هتقف تذلنا بيهم؟ طب اقعد يا نهار. يا راجل اسكت بلا، دي معرفه يا راجل. اقعد. انا عايزك. اوعى يا عم، مش عايز اعرفك. يا عم انا عايز اكلمك. يا هتوحشني يا ابن اللذين. افتح يا احمد. لا اله الا الله يا ابني، افتح بالجحر اللي انت ساكن فيه ده. يا احمد. ايه يا ابني؟ اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذه منى؟ هو احمد ساب البيت ولا ايه؟ لا ما سابش البيت. ما سابش البيت؟ امال فيه ايه؟ تعال اتفضل ادخل. تعال تعال ادخل. اتفضل. أنا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا إيه؟ لا بن، إزاي ده بيتك؟ إحنا اللي ضيوف هنا. بس يعني أحمد ما قالناش إنك جاي. ما هو ما يعرفش، أصل أمي محلفاني أكبس عليه أشوف إذا كان عنده بنات ولا لأ. ما شاء الله لقيت عنده ولاد وبنات. هو في إيه؟
تعالى انا هفهمك زي ما انتوا يا جماعه كملوا الدار امان في ولاد وبنات تعالى بقى يلا يا محمود انت طبعا سمعت عن قضيه خالد سعيد الله يرحمه اه سمعت عنها بعد بكره هيبقى في جلسه عشان يحاكموا اللي قتلوه فاحنا بقى متجمعين كده وعايزين نعمل وقت الجلسه وظهره كبيره جدا على فكره احنا مش لوحدنا احنا معانا 6 ابريل وحركه كفايه وشباب كتير من الاحزاب بس انا ليا سؤال بقى انتوا ليه متجمعين في بيت احمد عشان متراقبه بص انا مش هكذب عليك اخوك مرصود جامد جدا اليومين دول طمنتي قلبي اه كده انا فهمت الشقه متراقبه واحمد مرصود ده ايه الحذر اللي انتوا فيه ده انتوا ايه بتسهلوه على امن الدوله عشان تيجي تلموكوا كلكم مره واحده بص انت برضو مش غريب انا هقول لك احنا عندنا شكوك قويه جدا ان في ميكروفونات في الشقه بتنقل كل حاجه على الهواء احنا بنعمل ايه بقى بنتجمع ونقول كده اي كلام يعني قال يعني دي الخطه اللي هيحصل وقت الجايه بس الحقيقه حاجه تانية خالص هتحصل اه بتتكلموا بالسيم يعني مش لا السيم ايه اللي فعلا هيحصل في ناس دلوقتي قاعده في مكان مش متراقب بيخططوا له يعني قرب الوقت حيبقوا يبلغونا كل ده عشان تعملوا مظاهره يا نهار اسود امال لو عايزين تقلبوا نظام الحكم كنتوا عملتوا ايه بس نقول لهم النبي على فكره اليومين دول مضايقنا علينا جدا بقول لك ايه ما تتفضل معانا اختر معانا لا لا اعفيني معلش لا لا بجد اتفضل لا صدقيني متغدي ما اقدرش انت ايه خايف على فكره بقى انت بالذات مش المفروض تخاف مش المثل بيقول ضربوا الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه مش خسران الله يبارك لك في نظرك يا ست امال احمد فين قولي لي والنبي انه مع المجموعه اللي بتحط الخطه عشان اطمن على مستقبله والحق اطمن امه لا لا احمد مش بيشارك خالص في حططان خطط اصل بصراحه مندفع ومتهور حبتين ولو مشينا وراه كلنا هنروح في 60 داهيه بلسم بلسم كلامك بلسم عارفه بيخلي الواحد قاعد معرفش كده انت عارفه انا كل ما افتكر ان احمد خلاني اوكلك كمحاميه اتاكد ان عمري ما هشم ريحه الجامعه لحد ما اموت انا ايه اللي جابني السعاده ما اعرفش انت بتضحك قوم قوم يا ابني قوم ده انت مش عارف انت بتعمل ايه في روحك ده الكلام اللي اتقال في بيتك ده ها يوديك في 60 ده يا انت واللي كانوا معاك هنا انت مش خايف على امك يا ابني تروح فيها يا عم انا مالي يا عم انا ما كنتش معاهم الدور والباقي عليك بقى انت اللي مش هتعرف تفلت منها المره دي لا يا حبيبي عيب ودي تفوتني انا امنت نفسي وتمام التمام وبعدها وبكرر تاني انا بثق في الرئيس قائد سفينه الوطن الذي يسير بها وسط الامواج المتلاطمه سفينه ويمخر بها عبر عباب البحر حتى تصل بنا الى بر الامان اه يا سلام سفينه ايه بقى ما السفينه غرقت وفيها 1100 مواطن قائد قطار الوطن اتحرق في الصعيد قائد طائره الوطن وقعت في الاطلنطي شوف لك مواصله نتكلم عليها النهارده يا احمد بقول لك ايه هتقول لي قائد بيجو الوطن مفيش يوم بيعدي غير لما يتقلب 6-7 ايه يا ابني ايه يا ابني انت قفلتها في وشي كده ليه ما هي مقفله يا محمود انت عارف والناس كلها عارفه انها قفلت طب والحل مفيش حل انت عايز بعد الانتخابات المزوره دي يبقى في حل ثوره الجياع جايه وهتاكل الاخضر واليابس وهتشوف يا ستار يا رب يا ابني انت فاكرها حاجه حلوه لا طبعا بس ما هياش باختياري ولا باختيارك التاريخ بيقول كده لما تسد قدام الناس كل طرق التغيير ما يفضلش غير ثوره الجياع وساعتها لا هينفعهم لا امن دوله ولا امن مركزي ولا دياوله تعبيط يلا انت في حاجه في مخك هو انت فاكر لما تحصل ثوره الجياع دي هيعينوك وزير تحت التاكل في الرجلين يا حبيبي زيك زي غيرك عشان كده بشتغل انا واللي زيي بايدينا واسناننا عشان نصحي الناس ونخليهم يخافوا على بلدهم وعشان يعرفوا ان هما بيتضحك عليهم بالهبل اللي اسمه بر الامان واستقرار برضو يا احمد ما تنكرش احنا عندنا برضو شويه استقرار يعني احنا احسن من غيرنا يا اخي بأمارتي كل يوم اضرابات ومظاهرات وناس بتنتحر وناس بتموت في مستشفيات معفنه وتعليم بايظ وشباب زي الفل بترمي نفسها في البحر عشان تهجم البلد يا شيخ يعني على ابو ده استقرار انت فاكر بقى ان انت هتحل كل ده لوحدك بشويه هتافات ويفط اذا كان ابوك وجيله اترموا في سجون ومعتقلات وما عرفوش يصلحوا حاجه ده بالعكس باظت وزروطت اديني بحاول مش احسن ما اقعد اتفرج زي خيبتها
لاحظ ان كلامك جارح يا حماده، وانت اخويا الصغير واكيد ما تقصدش عشان بتحبني، وانا بحبك، انما لو تقصد هضربك بالبلغه اللي في رجلك. لا يا كبير، ده انا حبيبك. ينعلق ولا بلاش، انا غلطان اساسا اللي بتكلم معاك، انا شويه وهقوم انام، انا عندي شغل اصحى له من الفجر يا اخي. صباح الخير. عنك يا اسطى. كتر خيرك، متشكرين يا ابني، بس انا لسه ما عجزتش. لا العفو، ده انتبهوا الشباب كله يا اسطى. مش قوي كده بس مقبوله منك. ماشي، بقول لك ايه، هو حضرتك شغال هنا؟ ايوه. ليه؟ اصل لو حصل نصيب ان شاء الله هبقى شغال معاك برضو في نفس الورشه. زملاء يعني. طب كويس. ما تعرفش الحاج جابر بيجي الساعه كام؟ اصل انا جاي له من طرف حد معرفه عشان يشغلني. جايب له واسطه يعني. هو في حاجه بتمشي غير بالواسطه اليومين دول؟ انت عارف قالوا لي تبقى واقف قصاد الورشه بدري عشان الحاج بيجي الساعه 7. بس انا بقى عارف حظي، اكيد راحت عليه نومه. انت برضو بتصدق الكلام ده؟ هو في صاحب ورشه بيفتح الورشه بايديه، ولا في صاحب ما تقعد واقف ليه، ولا في صاحب شغل في مصر كلها بيجي بدري؟ انا برضو استغربت. انت عارف بره مفيش حاجه اسمها صاحب ورشه وصنايعيه، الاثنين يروحوا الصبح سوا والاثنين يروحوا بالليل سوا. قبل الدنيا مطبوس. بس خلاص، هو انت سافرت بره؟ لا، بس ليا اصحاب كتير قوي سافر. وانت عاوز تسافر بره؟ نفسي، بس اعمل ايه بقى، امي محلفاني ما سافرش طول ما هي عايشه، انا ما بحبش ازعلها يعني. عملت شويه محاولات كده على الخفيف بس ما تهونش عليا في الاخر. طول ما انت بر بوالدتك ربنا هيرزقك ان شاء الله. ربنا يخليك يا اسطى. بس برضه ما قلتليش، هو الحاج جابر هيتاخر؟ اصل انا لا عارف هشتغل ايه ولا هقبض كام. الله، هو انت جاي تشتغل كده عمياني؟ حد لقى شغل يا اسطى؟ على رايك، واضح ان ظروفك صعبه قوي. زي غيري. انت منين يا ابني؟ انا من رشيد يا اسطى. احسن ناس. انا برضو من رشيد بس بقالي 20 سنه ما دخلتهاش. يا ساتر، ليه كده؟ تلاهي، الدنيا تلاهي، بس مصير ادخلها ان شاء الله بعد ما اموت هندفن هناك. اصل احنا كده نقعد نلف 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 وبعدين نرجع للحته اللي اتولدنا فيها. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا اسطى. معلش انا وجعت دماغك برغي ده وكلامي، بس برضه ما قلتليش الحاج جابر بيجي امتى. صباح الخير يا حاج جابر. صباح الخير يا منايل. جاي بدري ليه؟ ما كنت تتاخر شويه. ليه كده بس يا حاج؟ انا جايب الضرب عشانها معادي. طب يلا روح حضر لنا لقمة ناكلها. حاضر. صباح الفل يا حاج جابر. نجدك، أصل أنا كنت ناوي أحلبك لحد ما تطب. عيب يا حاج، ما أنا قايل لك أمي ده عيالي. طب اقعد. أنا كمان أمي ده عيالي. أمي ماتت من 20 سنة بس عايش بدعاها لحد النهاردة. أنت أنا قاعد عند أخويا، أصله بيدرس عندكم هنا يا حاج. طب كويس، اصل انا بحسبك يعني بتدور على سكن. وهو اخوك ساكن فين؟ في العجم. ايوه يا دين النبي، معقوله؟ وانت كل يوم حجيني من العجم للشطب، من العجم للشطب، لا ده مشوار يا محمود. حجيني تعبان وهلكان وهتعرفني في الشغل، مش هينفع. لا عموما هي محلوله، انا عندي اوضه فوق السطوح جنب الورشه، جنب العماره بتاعتي بعمارتين، مسكن فيها ثلاثة من الصناعية اللي عندنا، هما كانوا أربعة، واحد ربنا كرمه واتجوز ومشي. إنما أوضة إيه؟ فوق السطوح هواها يرد الروح، أما تشوفها هتعجبك قوي، أنا كان نفسي أقعد فيها. إيه؟ مش عاجبك السطوح يعني ولا إيه؟ بالعكس يا حاج، ده أنا أساساً كيف سطوح. تلاقيت فجأة كده؟ وكده على طول؟ على طول، ده أنت ياما هتقابل. أنت على طول بتضحك كده يا إسماعيل؟ تعال خش يا هندسه. الله الله الله، ايه الجمال ده؟ ايه عجبك؟ لا ولسه، المنظر ده لما تشوفه الصبح هتدوت، هيعجبك قوي. انت ليه محسس ان احنا جايين نصطاد نسوان؟ يا عم انا عايز اتخمت في اي حته لما ارجع اكمل الشغل، انت عارف اللي فيها. الله الله يا هندسه، ولا اللي بقول عليك متفائل؟ بدل الاثنين اللي انا ساكن معاهم دول وعارفيني في عيشتي. تعال خش تعال. تعال اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احب اعرفكم الباشمهندس محمود عبد الناصر، وباشمهندس دي مش بحكاها معاه ولا مجامله، لا ده باشمهندس بجد، يعني معاه شهاده من كليه الهندسه، بس الزمن جرى عليه.
طب وما وديتوش الهيلتون ليه بدل ما تجيبوه هنا؟ ما احنا ما لقيناش اوضه فاضيه على البحر. في ايه يا عم ما تهدى علينا؟ انا اقصد يعني جرى عليه الزمن وشغله في ورشه. في ايه يا عم عاصم؟ الراجل زيه زينا هنا هيدفع ثمن السكنه. طب يا سيدي ما قلناش حاجه، بس المهم انه يعرف قوانين السكن هنا عشان ما يحصلش يعني خلاف زي ما حصل مع اخونا عبد الحميد. الواحد مش ناقص وجع دماغ. بالله عليك يا اسماعيل، احنا بنيجي هنا عشان نستريح مش عشان نتخانق. ده على اساس انك بتهدي النفوس كده. مين الحاج؟ رئيس اتحاد الملاك ولا مين؟ هو اللي وجهت لك الكلام اصلا. ساتر يا رب. ما في ايه يا عم عاصم؟ انت ما تهدى يا عم علينا شويه تتاكلنا. انت متصدق تشوف حد عشان تتخانق معاه؟ ما قلنا لك 100 مره يا اخي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سينفض. هو انا يا اخي طبعي كده، مالك ومالي؟ لا 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 استنى يا شيخ عاصم بقى، ده انت تستاهل بوسه. ده انت خليتني اول مره اشوف وشه من غير ما يبتسم. ده انا كنت ابتديت اقلق عليك والله. لا اله الا الله. اهو رجع تاني غتت يا شيخ عاصم، ولا اقول لك يا استاذ عاصم، ولا انت ما بتتسماش اصلا؟ مش مهم تناديني اصلا، المهم انك تعرف ان النور هنا بيطفي الساعة 9:30 بالليل. ليه؟ هو احنا في ملجأ ايتام؟ بقول لك ايه، احنا ناس بنشقى وبنصحى نصلي الفجر كل يوم، عشان كده لازم ننام بدري. اما بقى اللي ليه في السهر وعامل لي فرفوش، اسهر بره الشقة. وبعدين مفيش هنا راديو ولا ام بي 3 واخواته ولا حتى غنى بصوت عالي. بالنسبة للنسوان انت بتهزر. بقول لك ايه، ما تجادلش كتير لان الجدال منهي عنه. اسمع اللي انت عايز تسمعه. هات لك سماعتين والزقهم على ودانك بشكرتون واقعد بقى ارتكب في المعصيه براحتك. انما احنا بقى ما تجبرناش ان احنا نرتكبها معاك. تعال تعال يا محمود. اليسا نزلت. تعال تعال اقعد. في ايه يا عم؟ ده ما تخشش معاه في نقاش. عاصم ده حرسد، وبعدين انت شاغل بالك بيه ليه؟ انت هتيجي كل يوم مهدود اصلا عن النوم على طول. الله، افرض اني مش عايز انام يا اخي. هنبقى نطلع في الروف جاردن يا سيدي، نلعب طاوله ودومنه وكوتشينه كمان. بس تلعبوا بصوت واطي عشان اعرف ننام. اتفضل يا سيدي. الله الغني، في 60 قهوه حوالين المنطقه، اشي على الترام واشي على البحر. وهناك بقى هنرتكب كل المعاصي. هنلعب على المشاريب ونحتسي السحلب والجنزبيل. بص انا احتسي البريل اللي بلغها. ايوه. مين الاخ ده اللي ساكت كده ليه؟ ده اللص عبد الرحيم عوض الله، اجدع كهربائي بر مصر. مساء الفل يا عم عبده. مساء الخير يا ابو عمو. انت نازل عبد الرحيم؟ طب معلش والنبي الاحسن، نسيت اجيب سجاير. ممنوع شرب السجاير جوه الاوضه. بقول لك ايه، ما تحاولش، كان غيرك اصلا. انا مش هضربه، انا هولع فيه بس. الله يجازيك يا حوده، ده انت ربنا بعتك ليا نجدة من السماء بدل الاتنين الاتمين اللي انا قاعد معاهم. ده انا قاعد في مستودع نكد يا راجل. تعالى بقى نطلع بره في الروف جاردن نضرب سيجارتين. طب استنى بس عندي عبد الرحيم يجيب لنا سجاير. يا سيدي هو مش خارج، هو بيقعد كده. بيقعد كده يعني ايه؟ ده لابس الجلابيه والعمه واللاسه وماسك عصايته. ايوه يا سيدي، ما هو بيجي من الشغل يقلع العفريته ويلبس الجلابيه واللاسه والعمامه والعصايه وكانه كبير الرحميه جبلي. حط صوتك احسن، تخنا هو اخر. ما تقلقش، مش ده اللي يخوفك من عبد الرحيم. امال ايه اللي يخوفك منه؟ ما تستعجلش، اتك على الصبر. ايه يا رب البيت اللي انا جيت فيه ده؟ ايه يا عم البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ مسيرك يا سيدي تتعود عليه. انا بقول الضحكه لزقت في وشك ليه؟ اتاريك لسعت يا اسماعيل من القعده مع دول. لا ما قلتليش. ايه رايك في المكان؟ شوف، طالما الحمام فيه ميه يبقى كل حاجه عظم. لا ميه ايه؟ هو ده ميه سخنه وميه بارده ودش من اللي هو السماعه ده اللي بيتحرك. ده الحاج جابر مدلعنا على الاخر. عندنا ثلاجه وعندنا بابور من اللي بيتحرك في كل حته في الاوضه ده كده. والله. طب ده احنا كان عندنا تلفزيون بديكودر من اللي بيجيب الاوروبي، بس منه لله بقى اللي ما تسماش. بدل ما تدعيني اني بشيل عنك السيئات اللي كنت هتاخدها. يعني بتشيل عني الضرايب اخويا؟ الله يهديك يا عم عاصم. بقولك يا حاج عاصم، هو انت ما فكرتش تتجوز؟ من فضلك حاج، دي كلمه لا تقال على سبيل الدعابه كده، تقولها لمن ادى فريضه الحاج فقط. يا نهار اسود، اتاري الواد حسين طلع منحرف بالنسبه لك. تقصد ايه بالكلام ده؟ صوتش حاجه يا اخويا، صوتش حاجه. انا نازل اجيب سجاير عشان اشربها بره. حد عايز حاجه من تحت؟ عايز حاجه من تحت يا عم مرحوم؟ ايه البيت ده؟ ممكن احط الشنطه تحت السرير ولا لازم اتاكد انها طاهره الاول؟ ايه يا رب البيت ده؟ السلام عليكم. الله 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 الله. ايه ده؟ وانا ايه ده؟ انت ما عندكش فوق بنات ولا ايه؟
بيتك سيبه. انت كويس يا حبيبي؟ انا تمام. كويس يا حبيبي انا تمام. انتوا في هو مش كان انتوا كام الخفيه؟ انا عرفتكم الله يحرقكم. طب ليه نفسكم في شقه؟ امال هو الايجار الجديد عملوه ليه بس؟ انت بتقول ايه؟ ده خطيبي على فكره. ما هو خطيبك على فكره. ما هو كده صوتك ليه عروسه؟ ما تعلي صوتك زغراتي وفرح العماره. ايه اللي دخلت ما بينك؟ ولا هديك بوسه بس من بتوعي. خلاص بقى امشي يا فاروق بسرعه. ولا ولا فاروق اتاكدت ان ده فاروق؟ شفت بطاقته؟ اصل عيل السيس ده ما يديش فاروق ابدا. في بير السلم، في بير السلم. وانا اللي كنت فاكر ان حكايه بير السلم دي بطلت من الثمانينات جت كلبله. في بير السلم يا ساتر. قال لك كان يا اسطى يرسل. اسماعيل هو في راجل بيعيط وكان هيكشم لي. امال العياط ده ايه؟ جرافيك يعني ايه؟ متشغلش بالك. هو بيقعد يعيط كده من كام لكام؟ على حسب، ساعات ل 11 وساعات ل 12 بس ما بيقعدش ابدا لوحده. مالكو؟ مالكو؟ انا ابتديت اخاف منكو وحبيت في نور الساعه 9 ونص والتاني بيعيط وهو نايم والتالت فشيخ لي طب 24 ساعه. العربية اللي قلت لك عليها ايه؟ خد تمرنا يا حاج. خمس دقايق يا حاج خلص العربية اللي في ايدي وامسك في دي. ماشي. يا نهارك اسود، انت ايه اللي جابك هنا؟ سلوى. الله، وانت تعرف سلوى؟ ازيك يا سلوى، ايه اللي جابك؟ ما بعتتني عشان اخد من حضرتك الفلوس. ما قلتليش تعرف سلوى منين؟ شفتها فين؟ ايوه يا بابا، ده شاب جدع والله، ما كنتش عارفه انه بيشتغل عند حضرتك. ايه بقى بيشتغل عند حضرتك دي؟ اسمها بيشتغل مع حضرتك، وكلنا بنشتغل عند ربنا. ما قلتليش عمل ايه؟ ما عملتش حاجة يا حاج، والله ما عملت حاجة. امبارح بالليل وانا راجعة من الدرس كان الشارع ضلمة، في شاب حيوان كان بيعاكسني، لقيته سهر فجأة وطلع وهزق، ولولا ان الواد جري كان هيرنوا علقة متينة. والله برافو عليك يا محمود، تصدق ان انا بقالي شهرين دايخ من البلدية للمحافظة ومن المحافظة للبلدية عشان يحطوا لنا عمودين نور في الشارع. الواحد يعمل ايه عشان البنات دي؟ يمشي وراهم بقى حراس عشان يروحوا سالمين. ما تقلقش عليا يا بابا، انا اصلا كنت مهزق الواد ده قبل ما الوسطى يظهر، حتى اساله. الا اساله، دي كانت ممرمطاه يا حاج وكانت هتكمل، بس انا خفت بقى الواد يسخن يروح غزيزها، ما استحملتش رحت داخل واكله علقه. بس انا لو اعرف انها بنتك انا كنت سحبته على السطوح، كنت نشرته يا حاج. بس معلش جات اكتر من راحات. هو يستجري يظهر تاني بعد اللي حصل له؟ ما هو في ناس واطيه ما بتتعلمش. كتر خيرك يا اسطى،
ايه القصه دي؟ ده الباشمهندس محمود على سن ورمح، خريج كليه الهندسه قسم الميكانيكا والاول على دفعته في جامعه القاهره، وبعدين بلدياتي من رشيد. دي سلوى بنتي اخر العنقود، طالبه في الجامعه في كليه الاداب. اداب؟ اه. قسم ايه؟ قسم فرنساوي. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. وما دخلتش انجليزي ليه يا حاج؟ بيقول لك في الشغل بيبقى اسهل. لا 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 لا، انا ما عنديش بنات تشتغل ابدا، كله بيقعد في البيت زي اخواتها، هتتجوز وتشوف العيال وتشوف طلبات جوزها بس. طيب يا بابا مش هتديني بقى الحاجات عشان ما اتاخرش على ماما؟ لازم اروح الجامعه، عندي محاضره كمان شويه. تعال باشا. انا اذنك يا حاج. اتفضل. فرصه سعيده يا باشمهندس. الله يصبحك بالخير ياما. على راي المثل اللي دايما تقوليه، هي الفرخه لما تخرج الشارع هترجع شايله ايه في رجليها؟ اسماعيل. في اسماعيل؟ مين اسماعيل اللي جاي في ساعه زي دي يا اسماعيل؟ لا احنا مش قلنا مفيش زيارات بعد تسعه؟ معلش يا عاصم، ده اخو محمود بس جاي له، واضح انها حاجه مهمه. ايه ده؟ احمد اخوانا؟ يا ناس عيب، ما ينفعش كده. احنا ناس ورانا شغل وبنجري على اكل عيش، يعني دي ساعه النوم دي من حقنا برضه. بقول لك ايه، ما تخليش اتغاب على امك النهارده. امي وابوك وخالتك وجوزها، انت جبت اخرك معايا اتخمد. في ايه يا احمد؟ انت كويس؟ انا كويس كويس. وابوك وامك كويسين؟ لا لا كويسين. شوف اهو بيقول لك كويسين. لازمته ايه بقى الازعاج ده؟ انت هتردحلي، ده انا هفتح قرنك. خلاص 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 يا حوت، خلاص يا حوت، ما تهنش نفسك مع الواد ده. خلاص ايه ده، انا هكشم له انا في ايه يا جدع؟ انت ايه يا جدع؟ انت يعني مصمم انك تهزق نفسك وخلاص؟ طب ايه رايك بقى ان اخوه هيخش ويشرب شاي ويلعب دومنه، ووريني بقى هتعمل ايه؟ لا لا لا، كتر خيرك يا اسطى، تعالى بس محمود عايزك دقيقتين. بس لما اجي لك، لما اجي لك. لا تجيلي ولا جيلك، انا ليا كلام تاني مع الحاج بس اول ما اشوفه، عشان انتوا كده بتهرجوا. ايوه انا عارف كويس ان زيكم لو اتساب لكم الباب مفتوح هتقلبوا السكن ده جزيره الشيطان. انا اسماعيل احب اقول الحق، الحق ما بيزعلش. اسماعيل ما خلاص يا عاصم، خلاص هي شغلانه، ما طلعوا بره اتخمت بقى. على فكره يا اسماعيل، انت اول مره تعلي صوتك عليا، مش هنساهلك ابدا. ما هو انت يا اخي اللي كلامك مستفز يخلي الحجر ينطق. تك على الصبر يا صاحبي، اديني بس خمسه الم العد عشان الحاج ما يهللش الصبح. لا يا اخويا، لم انت براحتك وانا هشم شويه هواء على البحر. خلص وحصلني وفكر لنا في حته ناكل فيها لقمه قبل ما الواحد يشوف وش عاصم ونفسه تتسد. عشت يا جامد. سلام يا صاحبي. اركب. يا نهار اسود، انت عايزه مني ايه تاني يا ست؟ بس ما تقلقش، بقى في البيت من ساعه. انا مش هوقتك معايا لو كان ده اللي قلقك. قلقني ولا مش قلقني، انت عايزه مني ايه؟ ده انا قلت لك كلام يسم بدنك، انا لو منك وشفتيني تقتليني. ما هو الكلام ده اللي خلاني اجي لك تاني النهارده، انا ما نمتش من امبارح. خلاص يا ستي، روحي شوفي سريرك في ايه، انا مالي؟ او رش الشقه، انما كده جنب الورشه حرام عليكي. حرام عليك انت لو ما وقفتش جنبي في اللي انا جايه لك علشان. لا هو ايه ان شاء الله. بص بقى، انا بصراحه فكرت في كلامك كويس قوي، وقررت اني فعلا لازم اواجه نفسي واقف معاها واقفه صح، واجه البني ادم اللي بحبه وقررت اربط نفسي بيه. بس كنت برهنه دي كلامك مش هيطلع صح، بس للاسف كلامك طلع صح، وطلع هو حقير وغزلني. يا ستي حقير خزلك محمود ماله؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، احنا جنب الورشه لعاشر مره، احنا جنب الورشه، لو حد من الصناعيه عدى هتقطع رزقك. طب اركب معايا نبعد عنه. انت عليك يا عفريت، اسمي اركب اركب. نركب نروح على فين؟ مش انت راجل جدع وابن بلد؟ مين ابن كلب كذاب قال لك عليا كده؟ شاوري لي عليه في اسكندريه. لو ما كنتش جدع كنت فضحتني، عشان كده انا جايه لك عشان تقف جنبي. انا قررت اواجه الحيوان ده، وانت اللي هتساعدني. ولا تحب اني اروح لابويا واصدمه بالحقيقه؟ بابا عامل قلب مفتوح وممكن يروح فيها لو عايز. يا نهار اسود على حظك يا محمود، يا نهار اسود، يعني كده كده هيتقطع رزقي؟ اتفضلي اركبي. اقول لك على فكره، اركبي انت وانا هحصلك بتاكسي، بس قولي لي هنروح على فين. بقول لك ايه، اركب معايا لو سمحت. البي قاعد دلوقتي في كافيه، وانا لسه بروح واخلص الموضوع ده دلوقتي حالا. وانت هتساعدني يعني هتساعدني؟
اركب لما اطلع لبابا. دي مجنونه خالص، مجنونه. طب انا هركب معاك بس المشوار ده، بس المشوار ده بس، وبعد ما المشوار ده يخلص ولا اعرفك. فاروق ممكن تيجي معايا لحظه لو سمحت؟ تخيلوا الهانم جايبه لي بلطجي ساكن في شارعها. لا ده زي قريبي وعايز اتكلم معاك شويه. قريبك ده طلعت كدابه كدب السنين. مش قلت لي ان ده شغال عندكم في الورشه؟ فاروق عيب كده، تعالى معايا بليز. نزلي ايدك من عليا، انت جنيتي ولا ايه؟ طب عن اذنكم يا جماعه بس ثانيه واحده هرجعه لكم. تعالى تعال هقول لك. خش خش. بقول لك ايه، من غير وجع دماغ ورغي كتير، البنت دي جايه تقول لك كلمتين اسمعها. عجباكي الفضايح دول يا هيم؟ عجباكي؟ هتزعلها وانا قاعد، ما قالت لك بليز ولو سمحت، عملت لي فيها صايع، اسمع بقى الكلمتين. الكلمتين دول انا سمعتهم قبل كده وما يلزمنيش. شايفه؟ ادي الكلب اللي انت عايزه تتجوزيه. انا لو منك ارميه ورا ظهري، ده ليلتين ويتنسي. مش هينفع. مش هينفع اذا كان قاعد قصادي وانا نسيته اساسا. مش هينفع. تعالى هنا يا يارا. انت حامل ولا ايه؟ ولا شفتها ولا اعرفها. لا مش حامل بس يعني. طالما دخلنا في بس يبقى في مصيبه بستين نيله. بقول لك ايه؟ انت ابوك وامك هنا ولا سايبينك تمرمط في بنات الناس؟ ما تنطق. وربي اجيب لك ظابط من قرايبي علقك، بس انا ساكت عشان خاطرها. مش عايز. ايه؟ انطق. هنا اهلك. هنا بص بقى يا حبيبي، قدامك اسبوع بالكتير وتاخد ابوك وامك كده زي الحلو وتروح تطلب ايد البنت دي من ابوها. سامع؟ نعم. زي ما بقول لك، والا وديني ومع اهلك هيصحوا الصبح كده هيلاقوك مرمي تحت مترو، مرمي في بحر، وانت صايع وبتلف بعربيتك كتير وبتشوف جيتك مرميه. وعلى فكره الليله دي كلها مش هتكلفني 500 جنيه. اقول لك 500 جنيه ده كتير، بعلبه ترامادول واحد ياخد عمره. سامع؟ بس انا لسه بدرس واهلي مش هيوافقوا. يا حبيب قلبي ما انت هتقنعهم، هتقنعهم يا حبيبي، هتشقلب لهم في الشقه كده، هتنتحر وتقطع شرايينك، هتفهمهم ان انت عايز تكتب الكتاب والفرح بعد ما تتخرج. مش انت فاضل لك ست شهور وتتخرج يا حلو؟ مش بس كده، ده انت هتعمل لها اكبر فرح فيك يا اسكندريه. رقاصه، مطرب، ودي جي. دي جي حاضر. سامع ياد؟ وبعد ما الفرح يخلص زي العبيط تعمل باي باي لاي حد معدي في الشارع، وتاخدها وتطلع السويت وتشيلها. تشيل مين؟ وتخشوا السويت، واول ما تخشوا السويت تنام في الحمام يا كلب او في البلكونه، واسبوع ولاقيك مطلقها. ده الا اذا اتعدلت وحبيتها، بس انا لو منك اضربه بالجزمه. بس ده قرارك بقى، انت حره فيه. طبعا انت فاكر ان كل اللي بقوله ده هزار، وتلاقيك عمال تقول في عقل بالك انا هاخده على قد عقله، واول ما يخرجوا من هنا هطلع عين امها. لا يا حبيبي. بقول لك ايه، تعرف واحد اسمه طارق الضبح؟ الضبح؟ ها؟ لا ولا انا، بس اكيد في واحد في العرب بتاع جنج مريوط او العمريه اسمه سباع الديب، طارق الضبع، او اي حيوان مفترس، وديتك معاه 5000 جنيه، معاكي فلوس؟ ايوه. معاكي فلوس؟ ايوه. حلو قوي. معاكي صوره لخلقه الواد عدله؟ ايوه. حلو قوي. انا عايز صوره وعنوانه وكل عناوين اهله، عشان ده ممكن يهرب عند طنط من طنطاته. من هنا ورايح انت هتبقى تحت عينيا. سامع ولا لا؟ اقعد بقى كده حلو. ها؟ يلا تعدل في قعدتك.
عشان احنا هنقرا الفاتحه. مش حافظها ولا ايه؟ ممنوع ركن هنا يا باشا. معلش بقى دفعه مش لاقي مكان. ما انت شايف العربيه صغيره ازاي، عايز الحق القداس. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا هندسه، بس متاخرش. رايح فين؟ الباب من هنا. هشتري كارت شحن. متاخرش. طيب خلي بالك من العربيه. فجروا كنيسة ماري جرجس يا فندم. نهار اسود، امتى حصل الكلام ده؟ من 5 دقايق تقريبا. بيقولوا في ناس كتير ماتت فوق ال 100 واحد. 100 واحد؟ كان طارق بيه خليه حصلنا على هناك. حاضر. يلا بسرعة. حاضر يا فندم، حاضر. ايوه. اهلا. ازيك يا ابو حميد؟ يا ابو الغالي تعالى اتفضل ادخل. محمود هنا؟ لا لسه ما جاش. طب انا كنت جاي بس اخد الشنطة عشان طالع رشيد دلوقتي. اجيبها لك. طب اشوف لك محمود شايلها فين الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه لقيتها لك. تعالى هنا، دي حاجة الراجل ازاي تديها له؟ ايه يا جدع انت، ما هو خرج راجل يا جدع، فيه ايه؟ لا مش هينفع ياخدها. يعني ايه مش هينفع؟ دي شنطتي يا ابني. زي ما سمعت كده، دي مش كرخانه، دي شقه محترم. ايه يا عم اسماعيل؟ ايه يا عم اسماعيل مالك؟ واي حد يزق باب الشقه برجله يدخل ياخد اللي هو عايزه، وهي مش كده ابدا. ايه انت هتعمل لي حدوته؟ بس ده مش اي حد، ده اخو جامد. ها ودي حاجته، وهو مديهاله قدامي عينيا امبارح بالليل. بقول لك ايه يا عم اسماعيل؟ بلا جامد بلا طار يا عم اسماعيل، مفيش الكلام ده. بقول لك يا عم اسماعيل مش هياخدها. افرض احنا اديناها له وهو خدها وجه هو ما لقاهاش، يقوم بقى هو يسرقنا ويوجع دماغنا. ايه في ايه يا عاصم؟ انت تتحول ولا ايه؟ ايه يا عم انت اتجننت ولا ايه؟ ما تبقاش رخم. الراجل بيقول لك لازم يسافر بالشنطه رشيد. خلاص يكلمه في التليفون يقول نديها له. نديها له يا سيد. كلمته وتليفونه مقفول. لا ما هقول لك ايه، بص ده حيطه سد، ده خالص مش هتعرف تاخد منه عقد نافع خالص. اذا كان محمود قافل تليفونه فده قطع شحن. تعالى بقى نطلع بره اعمل لك شاي لحد ما محمود يجي هو على وصول. طب مش هو كان معاك في الورشه؟ هو راح فين؟ هقول لك ايه، بس راح يقضي مشوار وخلاص. تعالى بقى اعلق لك على الشاي وهتشم شويه هوا بره تحفه. كتر خيرك، بس فعلا انا مستعجل ومحتاج الشنطه فورا. وانا قلت لك مش هتاخدها. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتي اقدم واحد في الشقه دي، يعني تقدر تقول بحكم امير الشقه. امير ايه يا عم الحلو واحنا في جماعه؟ بصفتك ارخم واحد في الشقه. انت ولا بتبص لي كده ليه؟ ما انت اصلك لو تعرف اللي فيها ما تقولش كلمه امير دي على لسانك. والله انا ما بجيبش حاجه من دماغي، ده حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وحديث صحيح. اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. طالب الولايه لا يولى يا سيدي. ما انتش لوحدك اللي عارف شرع ربنا. انا بقى خلعتك من الولايه وهاخد الشنطه وامشي. استنى انا هنا. محمود يكلمني يا عم اسماعيل. وجلا سكت. ايه ده مهرج؟ سكت يا اسماعيل. وانا اللي بقول عليك امير. اقعد يا عم بقى خلاص. اهدى، ده اخوك جامد يا عم. اثبت عندك لو حركت هاخد عليك. بقول لك اثبت عندك ما تتحركش. انا ثابت اهو. اهدى بس، في ايه؟ مش عايز اسمع صوتك خالص خالص. لا بقى انما للصبر حدود. قلت لي تعالى اقف معايا وهو بيكلمني عشان ما يحصلش مشاكل، جيت معاكي. موقفني طبق ساتلايت في اسكندريه والساحل الشمالي شايفني. قلت وماله؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال وربنا يستر على ولايانا. انما بالشكل ده انتوا ناقصتكم خدتين ولحاف. فاروق وافق يتجوزني يا محمود. شيخ هتلاقيه لي هيتجوزك بالجزمه. انت اللي هتتجوزيه. هيتجوزني بكره. بكره؟ يا ما شاء الله. ولحقت تقنع اهلك ان شاء الله؟ لا ما هو مش هيقول لاهله دلوقتي. امال امتى؟ في اسبوع ابنكم؟ اصل انتوا مش عارفين، ما
انا لو فتحتهم دلوقتي في موضوع الجواز هيرفضوا وش. انا لسه في الجامعه، وبعدين لو قلت لهم انا عايز اتجوز هيقولوا لي ما عندك بنات العيله اولى بيك، ساعتها اخش انا بقى في قصص وحكايات قديمه انا في غنى عنها. والله عندك حق يا روقه، امال هتقنع اهلك ازاي انك تتجوزها بكره؟ هيتجوز عرفي لغايه ما يتخرج. عرفي؟ نعم يا اختي. اتهبلت يا بنت يا ابن الكلب. لا يا ده انت حاططها في دماغك بقى. انت ايه يا شيطان؟ بس مفيش شيطان قصير كده. مين صاحب الفكره دي يالا؟ سيبه لو سمحت يا محمود. انا مش فاهم ايه اللي مدخلك ما بيننا. الست دي بكره هتبقى مراتي وهي مش قاصر. اطلع انت منها بقى. ها ساكته ليه يا بنت الناس؟ اه يا بنت الك لو على ايه ده، انا كل اللي مصبرني عليك ابوكي، بس لو فاهمه ان انا هسكت على الكلام ده تبقي غلطانه. لو نطقت بكلمه هتقول له ان انت ابتزيتها وخرجت معاها، والراجل اللي شافكوا اللي في الورشه شاهد عليكوا، وهي حكيت لي على كل حاجه. ساعتها ابوها هيشاهد الراجل اللي شافكوا، وهتبقى انت في الشارع يا نجم. والله العظيم يا حلاوتكم انتوا الاثنين. قالوا انا اللي فاكركم قاعدين بتتكلموا في توضيب شقه الزوجيه. هنحط السفر ورا باب الشقه. طب الكرانيش لونها ايه؟ اداريكم بتتفقوا عليا. طب وحياه امك، لا هكون بكره رايح لابوكي وحكي له على كل اللي حاصل، ولو على الشغلانه تولع الشغلانه اللي توقفني اريال. ادي اخره الجدعانه. لا يا محمود، هم ما يقصدش. انا عارفه انك جدع والله، وما يرضكش ان ابويا يقتلني. مين اللي قال لك؟ ده انا نفسي ابوكي يقتلك ويولع فيكم انتوا الاثنين بجاز وسخ، وهتشوفي بكره يا سلوى. اما انت بقى حلو فده عربون محبه لحد ما اشوفك بكره. واحنا بقالنا قد ايه يا جدعان محد يقول حاجه؟ والله ما انا عارف، انت شايف خدوا مننا كل حاجه، الساعات والموبايلات، ده حتى رباط الجزمه خدوه. ربنا ينتقم منهم الظلمه اعوان الطواغيش. وطي صوتك، اكيد حاطين كاميرات وميكروفونات في الزنزانه هنا عشان يراقبونا. انت بتتكلم بجد؟ بس انا مش شايف اي كاميرات. سيادتك بقى خبير امن ان شاء الله. بالله عليك بطل هاتش وفاتش الله يكرمك. ده ملعون ابوهم كلهم واحد واحد. بقول لك ايه، اقعد خرف لوحدك، ابعد عني يا اسماعيل، الراجل ده بيخرف وهيروح في 60 داهية. لا يا عم الله يهديك، الله يهديك، بلاش تخرف بلاش. لا اقول لك خرف انت واحنا مش هنسكت لك. اه عشان يعرفوا ان احنا اولاد حلال وملناش في الكلام ده. انا مش عارف بس ليه ما حققوش معانا لحد دلوقتي، ده ما خدوش اقوالنا زي المره اللي فاتت. ما هو ما تنساش ان كنيسه القديسين كانت بعيده عننا، انما المره دي قريبه مننا قوي، عشان كده حطينا في اوضه لوحدنا وصغيره، وما معيناش حد زي النوبه اللي فاتت. انتوا جايين نفسكم ليه؟ العمر واحد والرب واحد، لو ليكم نصيب في حاجه هتاخدوها. هدوا نفسيكم وسيبونا ناموا شويه. يا عيني يا سيدي يا عبد الرحيم، طبعا ما هي ناقصاك، جالك نوم في الزنزانه يا عبده؟ ما تقعد تشجينا زي طول الليل. الحق يا عم ده سرق ضحكتك. لا بجد انا خايف قوي، المره دي المعامله مش طبيعيه. المرة اللي فاتت لما اتقبض علينا انا وعاصم وثلاثة تانيين قبل ما انت وعبد الرحيم تشرفونا،
أول ما كشفوا على أسامينا ولقوا إن إحنا مالناش دعوة بالجماعات مشونا على طول. مفيش إلا الأخ ده اللي قعد أسبوع لحد ما الحاج ضمنه وجاب له واسطة وطلعه. عشان كده قاعد مش على بعضك من الصبح. أوعى يكونوا عملوا معاك حاجة بطالة لا سمح الله. ليك نفسي تهزر؟ بتهزر؟ يوم ما يعملوا معايا أنا يعملوا معايا حاجة بطالة وما يستجروا. ده أنا كنت أطلع من هنا وأرفع عليهم قضية وأخرب بيوتهم. الله يلعنهم الله يلعنهم. هما كده ما بيتشطروش غير على العباد الملتزمين أولياء الله، وسايبين الحرامية والفاسدين يرتاحوا في أمان وسلام. يا عم ما كلنا عباد الله وقاعدين معاك في زنزانة واحدة أهو، ما تهدى بقى يا شيخ عاصم. أنت بتضحك؟ أنت عارف إن أنت بالذات يا عبد الرحيم اللي وقعتك سودة على موضوع إن معاكش بطاقة ده؟ شفته هو فارد طوله بيقول للظابط طاقتي راحت يا بيه، دول هينفخوك. بس وديني ما أنا سايبك غير لما أعرف حكايتك. نفسي أعرف أنت بتقعد تعيط طول الليل ليه؟ كان نفسي أسألك لما ناخد على بعض، بس خلاص بقينا رد سجون والحمد لله. احكي لك كيف بس يا بوي، انت مش بتقول انهم حاطين لنا مركب ونات؟ لا حويت يا عبد الرحيم حويت، برضه مش هسيبك غير لما اعرف حكايتك. يا رب يا رب يكون في فعلا ميكروفونات عشان اقول لهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نهايتكم سودة باذن الله يا كفره. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت بسرعه. محمود عبد الناصر قوم فز معايا يا فرج الله. افراج يا رجاله. طب واحنا يا باشا احنا ايه نظامنا يا باشا؟ ما استعجلش حضرتك يا حبيبي. في ايه يا باشا؟ طب فهموني ايه اللي حصل الاول. انا هتخرس ولا اسد لك بقك وراخك؟ هخرس يا باشا. تمام يا جماعه بالراحه، انا مش فاهم. تمام يا جماعه انا مش فاهم حاجه. هو في ايه بس يا باشا؟ انا مش فاهم حاجه. فهموني بس ايه اللي حاصل يا باشا؟ حد يقول لي بس عشان لو في سنينه ما تكعبلش. انا ما تكعبلش يا اه؟ هتعملوا شغلنا ولا ايه؟ بس يا باشا انا مش فاهم حاجه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. محدش هيضربك، الضرب ده للبهايم بس. لكن انت ما شاء الله انسان متعلم ومثقف ومهندس قد الدنيا، واكيد عارف مصلحتك فين. او خليني يعني اقول ان ده املي فيك. وانا تحت امرك يا فندم، انا بس عايز اعرف ايه الحكايه بالظبط، وانا بقالي قد ايه هنا اصلا سيادتك؟ انا حاسس ان انا متساب بقالي كتير وايديا خلاص مش عارف احركها. انا مش فاهم حاجه والله. كده بقى في اتنين عايزين يعرفوا ايه الحكايه بالظبط. بدايه مش كويسه. احمد فين يا باشمهندس؟ احمد اخويا؟ لا احمد امك. بعدين احنا في مسرحيه؟ اقول لك سؤال ترد عليا بسؤال؟ انا اقول لك حسين فين تقول لي جوز اختي؟ باشا انا معرفش احمد فين والله. هو فعلا جالي امبارح الشقه اللي انا ساكن فيها، كان عايز ياخد شنطة سايبها عندي، بس أنا ما كنتش موجود لما جه. الكلام ده كان الساعة 9:30 بالليل تقريبا يا فندم. أنا ما كنتش موجود لما جه. كنت فين بقى؟ كنت بتمشى. أنت خلصت شغلك في الورشة الساعة 7:30 بالليل زي كل يوم، رحت فين؟ مشيت على الكورنيش سيادتك. حلو، ماشي على الكورنيش حلو، خصوصا لما يكون محدود حيلك طول اليوم في الشغل. قعدت تمشى للساعة كام؟ مش فاكر بالظبط يا فندم. انت رجعت البيت الساعة 11:30 زي ما اسماعيل زميلك في الشغل وفي السكن بيقول، مش كده؟ تمام يا باشا.
يعني اربع ساعات قاعد بتمشى ليه؟ نازل اختبارك ضاحي يا ابو حمك. اديك عصبتني اهو، مش عايز اغلط فيك والله، اسف. انا قاعد عليك السؤال مره تانية، كنت فين كل الوقت ده؟ والله كنت بتمشى وبعدين كلت وبعدين قعدت على القهوه شويه. يعني اصل سيادتك لو سالت اسماعيل هيقولك ان معانا زميل في الشقه بيضايقنا شويه، فالواحد بيخرج يفك عن نفسه. وانا بحب البحر قوي يا باشا، ممكن اقعد قصاده بالساعات من غير ما اعمل اي حاجه. جميل، تحب البحر كمان رومانسي. جميل جميل. احمد بقى كان معاك طول الوقت ده صح؟ احمد اخويا. انا اسف يا فندم، بس انا والله ما شفتش احمد. هو انا لو شفته هنكر ليه بس؟ يا راجل بقى تعملوا الخطه الجهنميه دي اللي ما تخرش الميه، مش عارفين تتفقوا على اي حجه تثبت ان كل واحد منكم كان في حته تانية خالص ساعه التفجير. ايه ده؟ ايه ده؟ ده غلطه الشاطر ولا ثقه زاد عن اللزوم؟ خطه ايه يا باشا وتفجير ايه؟ مش فاهم حضرتك. تفجير الكنيسه يا روح امك، انت بتستعبط؟ هو انت كده خليتني اغلط تاني وانا مش عايز اغلط اساسا. استغفر الله العظيم يا رب. انا اسف يا سيدي، اسف يا باشا. كنيسه ايه؟ انا ماليش دعوه بالتفجير لا انا ولا احمد ولا باي تفجير من اصله. يا باشا يا باشا يا باشا ما تسيبنيش لوحدي، ابوس ايديك يا باشا. يا اخوانا فهمونا، احنا بنعمل ايه هنا؟ والله العظيم ثلاثه ما عملت حاجه يا باشا. يا عسكري اسماعيل فين؟ فين اسماعيل عبد الرحيم؟ مالناش دراني فين اسماعيل؟ ما تصلي على النبي كده وتهدى، مش ترمي لك سلام الاول؟ تتجننت ولا ايه؟ انت عارف احنا فين؟ ايوه هنكون فين يعني؟ سلامها لله. اكيد مش هجيبوا اسماعيل هنا، مش هيطلعوا لهم اللي هم عايزينه، اكيد هيطلعوه افراج. توك فهمت يا فاكرك. انت عايز تجنني؟ انت فاكرنا رايحين تركيا نتفسح؟ اسماعيل هيودينا في 60 داهيه. قلت لك يا واد خالي سلمها لله. بس يا مسجون منك له. يلا نجرى على جوه، يلا يلا. عيد الكيد. يلا يا اخويا افتح يا ابن الباب. خش. امين فيهم؟ محمود عبد الناصر. سلم. امشي. التاني ساعة بصين، امشي شوية. نفسك ليه يا عبد الرحيم؟ ما تنزل تلعب معاهم ولا تشيل اللعيبه احسن؟ انت عايز تنقطني؟ قاعد تتفرج ومش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها؟ ما تهدى يا ابو خالد، مالك جاي زي الحريقه كده؟ ده احنا في نعمه لو تاخد بالك. نعمه؟ يا ابني هما كهربوك في امن الدوله ففيوزك لسعت. حد يكارب كهرباي يا ابو خالد؟ طب ده انا ما حدش لمسني واصل، اصل انا كنت مريحهم على الاخر. مريحهم يعني ايه؟ كل ما يقولوا لي كلام من اللي قاله اسماعيل اهز راسي واسكت. يقولوا لي يعني انت معترف؟ اهز راسي واسكت. وفي الاخر مضيت وبصمت على كل اللي قالوه وريحت دماغي. يا نهار اسود، انت مضيت على كل الاعترافات الكذب بتاعت اسماعيل؟ عايز تودينا في داهيه؟ يا ابني ما احنا كده كده رايحين في داهيه، مش احسن ما نموت زي عاصم؟
طب اهو مضى، بس مضى وهو ميت، مش كده احسن؟ بقول لك ايه يا عبد الرحيم، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه. النيابه ليه؟ عشان يقتلوني؟ ما انا عايشه اهو عايشه زي الفل، احسن من اللي كنت عايشها بره كمان، على الاقل هنا الدنيا امان. بقول لك ايه، انا مش ناقصك، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه وتنكر الاعترافات دي وتشهد بالحق. عيب يا محمود، نزل يدك ما يصحش. مش هنزل يدي، ولازم تطلع معايا على المأمور دلوقتي تكذب كل الكلام ده قصاد النيابة يا عبد الرحيم. همالني يا محمود، انا مش طالب نيابة واصل، ومش هنشهد وما فتحش بوقي بكلمة. اشوفك خلقاتي هموتك، هموتك يا عبد الرحيم. ماشي يا ابو خالو. ايه يا ابو خالو؟ تعالى ايه يا محمود؟ تعالى. لا اله الا الله. ايه عايزين تموتوا بعضيكوا؟ في ايه يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيبكي عليكوا اصلا؟ بص شوف بيتفرجوا علينا ازاي. اهدى 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 كده ووحد الله. لا اله الا الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه كما يقول العوام. الف صلاه عليك يا نبي. هديت شويه؟ ينفع نتعرف ولا نتخانق انا وانت عشان تفضي شحنه الغضب اللي جواك؟ لا العفو، انا محمود عبد الناصر. انا الدكتور ابراهيم عبد الحميد. انا مهندس زيك بس انا في الطاقه النوويه. تشرفنا يا باشمهندس. ايه مالك مستغرب ليه يا سيدي؟ سمعتك سباك. سمعت ايه؟ انا ما عملتش الجريمه اللي هما لفقوها لي دي. الله، وانت شايفني باخدك بالحضن وبقول لك ينصر دينك يا استاذ خليفه؟ ما نص اللي انت شايفهم دول ما عملوش اي تهم. والنص التاني؟ لا كذب خيبه. في العائدون من افغانستان، وفي العائدون من البانيا، وفي العائدون من الشيشان. ده اذا اعتبرت ان نصره المستضعفين في الارض تهم اصلا. بص بقى يا دكتور، انا بقى العائدون من بورسعيد وما بحبش اتناقش في مشاكل الناس، انا فيا اللي مكفيني. طب ايه؟ جاي لك حبيب مش عدو والله يا ابو خالد. حقك على راسي وتفوق على اللي جرالك، ولو عاوز نحب على راسك نحب، بس ما عاوزينهاش توجعك يعني. قسما عظما بالله ما يرضيني اللي حصل، ولا كنت نحب ان ده يحصل من اساسه. بس ما تنساش يا اطفالي انك انت اللي ابتديت، ولا انا غلطان؟